باميه ورز وكباب حله. احنا هننزل نشيل الحاجات دي من السوق، عايزين حاجه نجيبها لكم معانا واحنا جايين. مش حلاها قوي حياتك. نعم قصدي موس عشان احلق بيه القلم، ابري بيه دقني، احلق بيه موس ابري بيه القلم. يا روحي حاضر اشتري لك برايه يا حلوه. احلق دقني ببرايه؟ يخرب بيتك. فرصة غريبة اكون فايت من هنا وانتوا نازلين رايحين السوق. وعرفت منين؟ ما هو انتوا فعلا رايحين السوق. اصل الطباخ في الفيلا بتاعت عمو عيان قوي ما قدرش ينزل النهاردة. عال فرصة وحيدة وصلكم من غير زغلول وحسونة دول، اتفضل. ميرسي قوي. ايه ده؟ هاي هلو. انسة بهيرة، انسة شهيرة. مش اوانس قصدي اوانس يا فندم. انا اوانس وهو كبد. تشرفنا. غصب عنك. صوتها كده اصلها بلع زكام العيله كله. انا مسكومه. ريحني ملفات. كزوزة اهدم. يا سلام، منتهى الرقة والكرم من الانسة بيسا انها تقعد معاها المجموعة دي كلها في الفيلا بتاعتها. بتاعت مين يا اختي؟ عمي، بتاعت عمي. ما اصل عمها صاحب الفيلا راجل طيب قوي. بيني وبينك صاحب الفيلا دي راجل مغفل وحمار. انا اسف يا انسة. انا روحي راحت. اما حاجه غريبه عارفه بالصدفه كنت ماشي من هنا وبعدين. امال فين نادو ونجوى؟ الاتنين عندهم تدريب في الملعب. زغلول وحسونه. استنى وحياتك خدنا معاك. تلاقوا ارجع لهم. حرم عليك. حرم عليك انت بقى. انا موعود بالاتنين دول بالنهار وشهيره وبهيره بعد الظهر، والغريبه انه فيهم شبه من بعض. انت ما بتمشيش غير بحرس. حرس؟ عشان ايه؟ عشان بتخافي. من مين؟ مني انا. انا ما بخافش من حد ابدا. طب عيني في عينك. هو بيقول عليا انا؟ لا عليا انا. انت من مواليد برج ايه؟ الاسد. صدفه غريبه، البرج بتاعي. تقابل شخصيه عظيمه سيكون لها اثر كبير في حياتك. اسمع كلامه ولا تكن عنيدا. وريني كده. الاخرانيه دي من عندي. انا ما بحبش ارقص بالشكل ده. كدابه. عيني في عينك كده. لازم اكون في الفيلا. احسن عمي موتني. عمك. طب تعالي. يا ترى اتاخرتي ليه يا بيسا؟
استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي أول مرة تعملها. على فكرة أنا قلبي مش مطمن. إيه ده كريم؟ أنا بدهن كريم كراميل. بصراحة يا رجالة يا بنات، بيسا بعد ما خرجت من الكلية النهاردة الصبح ركبت العربية مع حمد. أكيد كان معاهم زغلول وحسون. لا يا أختي، زغوا منهم. زغلول وحسون أخدوا خمرت رجل لحد هنا، قصدي لغاية بيتهم. يا حرام. إيه صعبانين عليك أوي. حسونة بالذات طبعا هو اللي صعبان عليه. إشمعنى حسونة؟ دي هبلة ما تفهمي بقى. صحيح يا نهد؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ أنا كمان من يوم ما شفتك. من يوم ما شفتك قلت البنت دي وحسونة لايقين على بعض قوي. إيه اللي عاجبك في أبو إردان ده؟ يسلين أبو إردان؟ هو شكله هبل فعلا زي أبو إردان. ابو قردان ابو جلامبو برضه عاجبني. شاطره يا بنت. على الاقل احسن من سي زغلول بتاعك اللي عامل لي ده العرسه المبلوله يا اختي. عرسه لابسه فستان، لابسه بدله. نجوى، يعني عايزه تقولي اللي انت وزغلول يعني انا ما بعبروش، انما هو بيحبني وماين في دباديبي وبيقولي ان جمالك مسح جمال البنات الكليه باستيكه. ما حصلش. يعني انا كدابه؟ يا بنت انتي. طب ده النهارده بالذات قعد يعيط ويقول لي ارحميني، انا لا بشرب ولا باكل ولا بذاكر ولا بنام. يا سلام، حب الكلب مش في قلبي زي القراده. انا هو وقع على بوزه، ما عندوش كرامه ابدا. الله، احنا حلاب ولا ايه؟ اوعدنا يا الله. يلا بينا بقى يا شوشو، احسن الكلام ده بيجيب لي ارتكاري. يلا. بس نهد هي اللي نسيناها، حسونة مش حاسس بيها خالص. صوري يا شهير عمره ما قال لها كلمة حلوة. حجر ما عندوش قلب. جبان حيوان. انت تخلصي خالص. قولي لي يا حبيبتي. انت هتقابلي حسونة الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسونة ضروري عنده محاضرة. لأن حسونة لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق، يا ريت، هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني. أبوزك يا أبو كشنا. أنا هوب. قول اتكلم. أنا اتكلم يا حسونة. أصل في حاجة حلوة عاوز أقولها لك. قول، إيه هي الحاجة الحلوة دي؟ حلاوة حنيا.